اعتبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات ما بين البلدين. قال زعيم كوريا الشمالية أن بلاده ستضع العلاقات الثنائية مع روسيا على رأس الأولويات، ومشيرا إلى أن بلاده ستدعم دائما قرارات القيادة الروسية. كما أوضح زعيم كوريا الشمالية أن زيارته الأولى لروسيا منذ 4 سنوات تمثل استعراضا واضحا للأهمية الاستراتيجية ما بين البلدين، وتمثل دعما لروسيا في عملياتها العسكرية ضد الغرب.